من التصميم الهيدروليكي لشبكات الصرف الصحي اللي بالانحدار، وعرفنا ازاي بنشتغلها. بنصمم الماسوره بمعادله 8. ها هديلك حاجه النهارده من الخطوره والاهميه بمكان، هنسميها اساسات المواسير. اساسات اساسات المواسير. الموضوع ده قليل اللي يفهمه واللي بيشتغل بيه واللي يعرفه كويس. المواسير المقصود هنا لما اقول اساسات المواسير سواء ميه او صرف صحي، يعني انا دلوقتي هتكلم مواسير بصفه عامه سواء ميه او ايه او صرف صحي. المواسير انواع، المواسير انواع المواسير، في مواسير صلبه ريجيد وفي مواسير مرنه فليكسبل. اساس المواسير الصلبه يختلف عن اساس المواسير المرنه. اساس المواسير الصلبه يختلف عن اساس المواسير المرنه، وتصميم ده غير تصميم ده. المواسير الصلبه مثال زي مين؟ الخرسان بانواعها اللي انا معرفها لك، خرسانه مسلحه باسطوانه داخليه او من غير اسطوانه داخليه بليسترز، خرسان فخار زهر مرن. هتلاقي في بعض المراجع بيقول لك في مواسير صلبه ومواسير مرنه، وبيدخلوا حاجه بينهم الاثنين اسمها شبه صلبه، اسمها سيمي ريجيد. سيمي ريجيد بيدخلوا فيها المواسير الظهر المرن اللي هي السيمي ريجيد دي. يقول لك المواسير الظهر المرن حتى عشان لو قابلتك في اي وقت حتى قطر 400 تبقى سيمي ريجيد، وبعدين اكتر من 400. فانا مش عايز ادخل التصنيف الكتير ده، انا عايز احطهم تحت اثنين جروب كبار، صلبه ريجيد وفليكس. الصلبه زي الخرسانه فخار الظهر المرن. المواسير المرنه زي اليو بي بي سي بلاستيك، الهاي دينستي بوليسيلين، طيب يبقى عرفنا دلوقتي ان الماسوره في ريجيد وفي ماسوره ايه؟ فليكس. عايز اشوف اصمم البيدنج بتاعها. علشان تصمم البيدنج لابد من انك تحسب الاحمال الخارجيه الواقعه على الماسوره. لازم نجيب الاحمال الواقعه على الايه؟ الماسوره. زي لما البيدنج ده اللي هو اساس، لما اجي اقول لك انا عايز اصمم الفاونديشن بتاع عمود، لازم بتجيب من فوق وانت جاي صح؟ بتجيب مثلا لو دور واحد بتجيب وزن السقف، بتجيب بشام الكاميرات واللايف لود والديد لود، وبتجيب كل الاحمال عشان اجيب اللود اللي على القاعده واصمم القاعده. نفس الكلام عايز اجيب اصمم البيدنج، فلازم اجيب الاحمال الواقعه على الماسوره احسبها. والاحمال الواقعه على الماسوره احمال حيه واحمال ميته، لايف لود وديد لود. يبقى دلوقتي عشان اشتغل كم اجيب حساب الاحمال. انا بقول لك الكلام ده ما بيدرسش في اي جامعه، وعارف خطوره الكلام ده ايه، وقليل اللي يعرفه في الشغل بره كمان. اجيب احسب الاحمال على المواسير. طب والاحمال؟ احمال حيه وفي احمال ديد. تعال نشوف دنيتنا شكلها ازاي. وهجيب لك مساله فيه
مدام شرحتها ما بسيبكش زي مسألة القطاعات كده. ها تعال بقى نشوف ازاي احسب الاحمال. خندق الموصول المواسير اهي، ادي الماسوره، عرض الخندق هسميه بي، عرض الخندق اللي احنا فاكرين لما كنا بنقول ان هو اقل عرض خندق 60 سم وقطر الماسوره زائد 60 30 يمين و30 شمال زائد 60. ها طيب القطر الخارجي، هو في قطر خارجي وفي قطر داخلي، زي ما احنا متفقين. القطر الخارجي اسمه بي سي، الاوتر ديامتر، لان في الانترنال ديامتر. يبقى لما باجي اشتغل على الاحمال على المواسير ما ببصش للقطر الداخلي بقى، لان القطر الخارجي هو اللي متعرض للاحمال، صح؟ يبقى القطر الخارجي من ظهر الماسوره حتى سطح الارض ده اسمه اتش، اللي هو عمق الحفر، مش عمق الحفر بقى، عمق الرد، الحفر اللي هو ده لحد قاع الحفر ده كده عمر الرد، عمق الرد في ظهر الماسوره، لان هو ده اللي هيجيب حمل على الماسوره. طيب اول احمال هنشتغل عشان تبقى انت عارف التارجت بتاعنا، في ثلاث احمال هحسبها، في ثلاث احمال هنحسبهم من الواقع على الماسوره. احمال ناتجه من وزن خندق الحفر، يبقى ده اول حمل، اول حمل على هنحسبه احمال ناتجه من وزن ايه؟ خندق الحفر. ثاني حمل احمال وناتجه، يبقى ده ديد لود ولا لايف لود؟ ديد لود. احمال ناتجه من الترافيك، لايف لود. تمام، يبقى لو انا عندي في مرور يبقى باخد حمل، وهوريك ازاي بنحسبه. وبناخد حمل عجله، بناخد 20 طن اسمه اتش 20، اتش 20 ده بجيب الجدول بتاعها من جدول الاحمال زي ما بتيجي تصمم كباري، مش انتوا بتعملوا كده؟ وناخد الرياكشن بتاع اعلى عجله ونشتغل بيه، هنعمل كده نفس الكلام هنا. يبقى حمل الترافيك، ثالث حمل اليونيفورم لود ديستريبيوشن اللي هو ناتج من الرصف، طبقه الرصف. يبقى في عندك ثلاث احمال، حمل ناتج من خندق الحفر، حمل ناتج من ترافيك لود، حمل ناتج من الرصف. طيب اول وزن احمال حساب احمال ناتجه من وزن خندق الحفر، هنقول دبليو ده كيلو جرام للمتر الطولي من الماسوره. يبقى للمتر الطولي من الماسوره، يبقى المعدل اللي انا هحسبه دلوقتي ده يجيب كيلو جرام للمتر الطولي من الماسوره. ده بيساوي اوميجا اللي هي جاما بتاعت التربه. لو رادم برمل غير رادم بناتج حفر، ها بجيب الجاما اللي وحدتها ايه؟ كيلو جرام على المتر المكعب، صح ولا لا؟ يبقى دي كيلو جرام على المتر الايه؟ المكعب. دي بتاعت التربه، بتاعت الردم، بتاعت الردم اوميجا. في البي تربيع ادي معادله، او دبليو بتساوي اوميجا في البي في البي سي. ماشي يا شباب؟ امتى اخد دي وامتى اخد دي؟ عايز بقى قلم دول. في هنا فاكتور اسمه سي
واحد او وهنا اللي هو سي واحد ده اسمه معامل الوزن. معامل الوزن سي واحد وتلاقي بعد الكتب بتسميها سي تي مش فيها مشكله في معامل. طيب امتى تاخد يبقى في عندك البي اهي اللي هي عرض الخنزر واوميجا يبقى سي واحد في البي في سي واحد في الاوميجا في البي تربيع و او سي واحد في الاوميجا في البي في البي سي. امتى تاخد دي وامتى تاخد دي؟ دي الاولانيه للمواسير الصلبه ودي للمواسير المالية اللي هو مقدمة النهارده. يبقى المواسير الصلبة أجيب وزن أو أجيب وزن الرد على الماسورة سي في الأوميجا في البي تربيع وهنا أو سي في الأوميجا في البي في البي سي. المشكلة كلها في السي واحد في السي ده الأحمر ده اللي هو معامل الوزن ده. السي اللي هو معامل الوزن او سي واحد ده بيساوي له معادله كده. طب نحفظها؟ لا. واحد ناقص اي اس ناقص اثنين كي ميو داش شغل تربه بقى في اتش على بي ده البسط على اثنين كي في الميو داش. ايه الفيلم الكبير ده؟ الكي بتساوي واحد ناقص ساين فاي على واحد زائد ساين فاي. ايوه حيث فاي ديت اللي هي ايه؟ معامل مش معامل بقى معامل. هو زاوية الاحتكاك الداخلي لمادة الردم. طبعا بتكلم تو انشاءات فانا ما بقولش الكلام ده في اشغال. ها؟ طيب فاي دي اللي هي ايه؟ زاوية الاحتكاك الداخلي لمادة الردم. طيب الميو في عندك في ميو وفي ميو داش. لا بس في الاثنين ميو داش. طيب ادي ميو ميو داش بتساوي تان فاي داش. الفاي داش ده اللي هو معامل زاوية الاحتكاك ما بين مادة الردم وجسم الخندق اللي هو هنا. يبقى في عندك في ما بين مادة الردم نفسها مع بعضها في فاي وفي فاي ما بين مادة الردم وجسم الايه؟ الخندق. طيب الكلام ده عشان اقعد اعوض فيه شغلانه فراحوا جايين عاملين لنا كيرف يبقى انت دلوقتي اول ورقه هتخش بقى الامتحان اللي هي ورقه كيرف بتاع مين؟ ماني هتخش بقى هنا دلوقتي. فراحوا جايين عاملين ازاي في كيرف كده عايز اجيب السي كل انا عشان اجيب السي عشان ندخل على اعوض بقى هنا. فراح حاطين على الراسي اتش على البي اعرف احسبها صح؟ عمق الاتش على البي وفي كيرفات بقى كده كل كيرف من دول اللي هو المعامل الثاني اللي هو ايه؟ كي في ميو داش كي في يعني ارقام كي في ميو داش ده بيساوي كذا كي في ميو داش بيساوي كذا. فانت بتجيب اتش على البي دي تقدر تحسبها من كل كيس عندي عمق الرد في ظهر الماسوره وعرض الخندق. اخش اجيب هنا كده اروح داخل جايب الكي في الميو داش اهي الكي اهي واحد ناقص ساين فاي على واحد زائد ساين فاي في الميو داش اللي هي بتساوي تان فاي داش احددها اروح جاي نازل جايب السي تمام. لو اعرف احسبها في بقى على فكره في برامج لشغل الكلام ده في برنامج ها بيديلك يسالك ماده الردم نوعها ايه؟ ما ها عمق الردم عمق بتاعي يروح يطلع لك السي مباشره عشان اللي هي المعادله دي
جبت السيد واحد، يبقى انا على قدرت اجيب اول حمل واقع على جسم الماسوره اللي هو حمل الناتج من خندق الحفر. الماسوره بتاعتي صلبه ولا مرنه؟ خلاص يبقى كل الحكايه واعرف الردم في اضاءه في الماسوره قد ايه، اجيب اتش عادي وادخل اجيب منها السي. انتهى. يبقى ده اول واحد، اول حمل. ثاني حمل اللي هو حمل الناتج من المرور اللي هي وزن الايه عجله العربيه. فبناخد احنا الكريتيكال هذه الماسورة تحت اهي وادي الارض وفي وادي الحمل هنسميه بي. ادي اني بي دي بقى ده رياكشن بتاع العجله. فبناخد اتش 20 الرياكشن بتاع العجله دي. فانت المفروض لو انا بدي لك مساله بديها لك، ما احنا بنشتغل بره، بجيب الكيرف بجيب من 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 بتاع الاحمال بتاع الاحمال، بروح جايب اللي هو ايه الاتش 20 ده واشوف الرياكشن العجله. الاتش 20 ده الرياكشن بتاع العجله الواحده، العجله بتاعته 7 حوالي 7 وربع طن، 7 وربع طن يعني 7250 كيلو تقريبا تقريبا. تمام. بناخد الايه الحمل ده، يبقى بناخده بالكيلو جرام برضه، وبيتوزع على عشان ما بينزلش زي ما هو لحد جسمه، بيتوزع بالطول. هذا القطر الخارجي بتاع الماسورة اسمه ايه؟ بي سي. حلو. الدبليو اللي هو ايه؟ كيلو جرام للمتر الطولي برضه، عشان بجيب الحمل الاولاني والحمل الثاني والحمل الثالث واجمعهم على بعض يبقى التوتال احمال الخارجيه اللي واقعه على جسم الماسوره. دبليو بتساوي فاكتور برضو هنسميه سي اس، هندور عليه زي ما كنت بدور على السي هنا في البي اللي هو الحمل بتاع العجله بالكيلو جرام، يعني تحوله من طن كيلو جرام. في الاف على ام، يبقى الحمل بي ده اللي هو حمل الايه الكونسنتريتد لو بتاع العجل. الاف اسمه الايه معامل الصدم الامباكت فاكتور. الامباكت فاكتور لان ممكن العجله لو في طوبه محطوطه في الشارع ولا حاجه وطلعت عليها بوم تدي امباكت فاكتور. ها فبناخد الامباكت فاكتور اف بيساوي بناخد 1.5 او بناخد 1.75. امتى اخد 1.5؟ في الريل واي، في الهاي واي. 1.75 في الريل واي لو في ماسوره وفي سكه حديد ولا حاجه. يبقى امتى؟ يبقى الامباكت الاف ده اللي هو معامل الصدم، يا اما اخد 1.5 يا اما اخد 1.75. سهله ده في الحدود. يبقى ايه؟ امتى اخد ده في حاله الايه؟ الهاي واي او ريل واي. طيب زي الفل. ال طول الماسوره، وركز معايا طول الماسوره، لو طول الماسوره الماسورة الواحدة لو طول الماسورة أكتر من 90 سنتي ناخدها 90 سنتي، أقل من 90 سنتي ناخد الطول الفعلي للماسورة. يبقى ال ده هو عبارة عن إيه؟ طول الماسورة الفعلي. لو طول الماسورة الفعلي أقل من 90 سنتي ناخده زي ما هو. طب أكتر من 90 سنتي ناخد ال بكام؟ 90. يبقى طبعا 0.9 عشان بالمتر.
تمام؟ عشان انا بطلع ده كيلو جرام لمتر طول. ما فاضلش معايا الا مين؟ سي اس اخر ورقه اللي هي الورقه الثالثه. يبقى انت هتدخل بثلاث ورقات متسمين مع بعض كده. جد دكتور هو 90 جنيه ولا ماكسيمم؟ لو طول الماسور اقل من 90 سنتي او 90 لا انا كلامي واضح ولا لا يا شباب؟ واضح يا دكتور واضح. لو طول الماسوره ده الافكتيف لينث بتاع الماسوره اخد الطول الفعلي للماسوره لو طول الماسوره اقل من 90 يعني ماسوره طولها 60 سنتي ماسوره الفخار لو طول الماسوره 60 سنتي 70 سنتي اخده يبقى 70 سنتي طب طول الماسوره 4 متر اخد 90 يبقى ناخد 90 سنتي يبقى ال ده بيساوي كام؟ 0.9 لو ال لو طول الماسوره اكتر من 90 سنتي اقل من 90 سنتي ناخد الطول الفعلي فاضل السي اس السي اس تخش في جدول مش منحنى بقى المره دي جدول الجدول ده فيه رقمين بتتلخبطوا فيه كلكم هنا في رقمين وهنا في رقمين والرقمين ده الجدول ده بيشتغل على الحمل المركز وعلى اليونيفورم لود يبقى الجدول اللي انا هيبقى موجود ده بيشتغل بجيب فيه الفاكتور بتاع الحمل المركز والفاكتور بتاع الحمل اليونيفورم لود خلي بالك بدخل بجيب ايه البي سي هتلاقي البي سي على ال 2 اتش البي سي معروف عندي القطر الخارجي والاتش اهي يبقى البي سي على ال 2 اتش هتلاقي هنا في رقمين غير موضح في الجدول مين مع مين انا بقولها لك اهي يعني الجدول لو مسكته كده ومحدش شارح لك زي ما بشرح مش هتعرف تشتغل تمام يبقى الجدول فيه رقمين هنا انا همسك الاول بتاعت مين الكونسنتريتد لود يبقى في بي سي بي سي على ال 2 اتش وهنا في ال على ال 2 اتش في ارقام وهنا في ارقام اجيب اخد البي سي على 2 اتش بتاعت مع ال ال على ال 2 اتش وادخل اروح جاي السي سي اس اخلي ده موجود كده عشان في الرقمين التانيين يبقى في البي سي على 2 اتش والال على 2 اتش ده يشتغل مع الكونسنتريتد هتلاقي في هنا حاجتين وهنا في حاجتين مش معروف مين مع مين ماشي طيب ادخل من الجدول جبت السي اس خلاص كل المعلومات عندي اروح جايب وزن الوزن الخارجي اللي هيصل لجسم الماسوره عن طريق الكونسنتريتد لود فاضل اخر مين اخر وزن اللي هو الحمل الثلاثه اليونيفورم لود اليونيفورم لود الوزن اللي هيجي لجسم الماسوره من اليونيفورم لود اللي هو من وزن مين الاسفل او ما يشابهه يعني لو بنرسم الشارع ببلاطات ترابيع بلاطات خرسانيه يبقى هي خلاص يعني لو انا عندي ده كده الشارع وادي الماسوره تحت اهي تحت طبعا لو الشارع لو انا رسم صح يبقى كده ده كده عرض الشارع العرض مش كده عرض هنسميه دي وناخد هنا الام اللي هو الطول بتاع الماسوره
وده البي المره دي ده كيلو جرام على الايه تمام اللي هو لو انت واخد سيكشن كده اهو في كده اهو بدل بي يبقى بي ده بيساوي كيلو جرام على متر مربع الدبليو بتساوي سي اس هسميها نفس السي اس الثانيه بس هي مش نفس الفاكتور يعني عشان انا بقول مسميها سي اس ليه ده ليه كانت عشان تعرف انها بتتجمع نفس الجدول ها سي اس في البي خلاص احنا عرفنا البي برضه في الاف في البي سي البي سي القطر الخارجي الاف الامباكت فاكتور عرفته وعامل صد البي الحمل الموازي السي اس بقى من نفس الجدول اياه بتلاقي فيه رقم تاني هنا الدي على 2 اتش وهنا ام على 2 اتش يبقى الاثنين دول بيجابوا بتاع اليونيفورم لو والاثنين التانيين دول بتوع ايه؟ كونسنتريتد لو. ادخل اجيب سي اس برضه وحدتها ايه؟ كيلو جرام للمتر الطولي. دي بدايه المعجله. عرفناهم وبجيبهم ازاي وعرفت بحسبهم ازاي الام دي طول الطول اللي هو الطول المصوره الاتش دي الاتش دي فاعل رد مصدر المصوره شايلينها 2 ودبليو 3 اروح اجيب سيجما الدبليو دبليو 1 زائد دبليو 2 زائد دبليو 3 كيلو جرام على متر طولي يبقى جبت الاحمال الخارجيه على الماسوره قبل ما اكمل هقول لك على حته مهمه كل ماسوره لها حاجه اسمها كراشنج لو كراشنج لو حمل الكسر يبقى لابد ان الكتالوج بتاع المواسير يكون محدد لي ايه حمل كذا انا جبت السيجما الدبليو دلوقتي دي عايز ابدا اصمم اشوف الماسوره بتاعتي اصممها انا هتكلم دلوقتي نمر اولا المواسير الصلبه يعني حسبنا الاحمال عايز اشوف المواسير الصلبه واحد يقول لك ايه وبتقابلنا كتير جدا جه قال لك انت قلت لنا اكبر عمق للمواسير كام؟ متر 20 فخد امال قال خد كام؟ 5 6 متر اكبر عمق للمواسير بنقول من 5 ونص 6 مع الكراهه طيب جات لك في حته في تبه كانوا ماشيين كله 5 ونص وبعدين او اتغيرت المسار او بتاع وما قداميش غيره ولقينا عمق العمق وصل 7 متر 8 متر اقول له وقف لا كتير جدا من المصممين اللي بيصمم ما بياخدش باله من الحته دي نتيجه العمق الزياده ده اتش كبرت ولا ايه ولا قلت كبرت يبقى الاحمال الخارجيه اللي جايه على الماسوره زادت ولا قلت زادت طيب ما هو موقف الماسوره دي سيف ولا انسيف؟ لازم احسبها لازم ايه؟ احسبها هو ده بقى مربط الفرس ساعات بنقول ايه؟ كله بيستسهل يقول لك ايه؟ ارجع لل
للمنتج للمواسير يقول لنا الماسوره دي تستحمل ولا ما تستحملش، العمق اللي جاي عليها ده مواسير السبعة متر اللي جاي عليها ده. فاسهل حاجه، اسهل حاجه بيعملها منتج المواسير عشان يضمن ماسورته يقول لك غلف الماسوره، غلف ايه؟ صندقها. اسمع الاسماء دي عشان هتعرف، يقول لك صندق الماسوره. صندقها يعني ايه؟ يعمل لها بوكس خرسانه عاديه حواليها من جميع الجهات عشان يضمن ايه؟ ماسورته. هل انا محتاج الصندقه دي ولا مش محتاجها؟ هو ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي. طيب وانت احتاجها لحد امتى؟ هو ده اللي انا عايز اصممه دلوقتي. تمام يا شباب؟ يبقى اجيب ايه؟ سيجما فيرتيكال لود جبتها خلاص، بقت عندي عمق 7 متر 6 متر 8 متر، جبت اجيب الاحمال حمل الخندق وحمل الترافيك و و و جبت سيجما الفيرتيكال. طيب اي كتالوج بتاع مواسير بالذات الريجيد اقول له اديني كراشنج لود، يقول لك انا عندي المواسير بتاعتي وبيبقى لها علاقه بالقطر، يقول لك القطر كذا حمل الكسر بتاعه لحد كذا. ها يبقى في عندنا حاجه اسمها حمل الكسر للمواسير كراشنج لود. مين اللي بيجيبه؟ المصنع ده من المصنع للمواسير. في الحمل الآمن للمواسير، لو قسمت حمل الكسر على الحمل الآمن يساوي معامل الأمان. معامل الأمان لازم يبقى أكبر من أو يساوي 1.2. مش مفروض عامل كل عامل الحمل الأمن؟ مين الكبير يا؟ لا الكسر. لا هو كبير كسر. تمام؟ طيب يعني لو انا عايز اجيب الحمل الامن لاي ماسوره اقسم الايه؟ يبقى الحمل الامن يساوي حمل الكسر على معامل على معامل الامان. الامان. يعني لو حمل الكسر الماسوره 40 طن يبقى الحمل الامن لازم يكون ايه؟ اقل. خلي بالك بقى يبقى اول حاجه عرفتها ان انا جاي اعرف اجيب الحمل الامن للمواسير. ما علاقه هذا الحمل بالحمل اللي انت حسبته؟ انا شغال على مواسير ايه دلوقتي؟ الصلبة. عشان المواسير مرن لها في الميتان قصه ثانيه. اروح جايب ايه؟ اقول ايه؟ سيجما الدبليو على الحمل الامن. انت عرفت دلوقتي الحمل الامن دلوقتي اجيبه منين؟ الحمل الامن هو بيساوي كراشنج لود على ايه؟ بعض الكتالوجات بتجيب الحمل الامن المواسير بتاعتها بعضها الحمل الكسر وبعضها ما بتجيبها وبعضهم اللي بيديلك الحمل الامن مباشره ايا كان معاك الحمل الامن ده. ماشي؟ خلاص اقسم الاحمال الخارجيه مجموع على الحمل الامن. ده له اسم مشهور جدا ولا يعقله الا العالمون، اسمه ايه؟ اللود فاكتور. اسمه لود فاكتور، معامل الحمل. شغال مواسير يا شباب؟ يبقى لو انت بتشتغل على مواسير هيدرستي بوليسيلين ولا اليو بي في سي وتعمل كده يبقى انت بتهرج على طول. لا شغلانه ثانيه هعرفها لك كمان شويه. لكن كل اللي نعرف لا المشترك فيهم كلهم ان انا بحسب مين؟ الاحمال الخارجيه. جبت سيجما الفيرتيكال لود اروح اقول طبعا انت شغال مواسير صلبه هات لي معامل الحمل اللود فاكتور. اللود فاكتور هات لي اللود فاكتور ده اجيبه ازاي؟ اقسم الاحمال الخارجيه على معامل الحمل يطلع رقم زي ما يطلع بقى. هنقسمهم دلوقتي اللود فاكتور ده لاربع حالات. هنقسمهم حتى 1.1 يعني اقصى حاجه ان يبقوا زي بعض
أو أكثر أو مجموعة أكثر من الحمل الآمن بواحد من عشرة. حتى واحد واحد حتى واحد واحد من عشرة ده يبقى اسمه جريد. جريد لا درجة يعني درجة هنسميها جريد دي. دي طيب حتى واحد ونص سي. من واحد ونص لواحد وتسعة من عشرة الجريد اللي بعدها وبين ما موجود في الكود. استنى ما خلص لك عشان ما تتوهش. ها يبقى ايه حتى واحد وتسعة من عشرة هنسميها جريد بي. الجريد الأخيرة اللي هي الخطيرة من اثنين واثنين من عشرة لثلاثة واربعة من عشرة. في عندك كذا جريد. الجريد السهلة اللي احنا نقول عمق الحفر خمسة متر يبقى ده جريد دي. مين الواحد واحد من عشرة ده؟ اللود فاكتور. اللود فاكتور معامل الحمل طلع واحد واحد من عشرة. اقول له ايوه يا سيدي واحد واحد من عشرة افرق تحت الماسورة فرشة اللي هي الفرشة ال 15 إلى 30 سنتي فرشة الرمل المدموكة دي اللي أنا مدالك طول المحاضرة. تمام؟ اللي هي الشغل العادي جدا. يبقى ده الجريد الأولاني ده أهو هعمل كده وتبقى فرشة وأدي الماسورة بتاعتك أهي. يبقى دي فرشة من الرمل خارش لا يقل سمكها عن ربع القطر ولا يقل عن 15 سم. يعني مثلا الماسوره قطر 400 ملم ربع قطرها كام 10 سم. اقول له لا 15. الكلام ده هتتخنقه في المواقع. يبقى اقل سمك فرشه بيدنج تحت المصير كام 15. وربع القطر احنا بنقول من 15 بنقول 15 ل 30 لحسن حد فاكر يكون فاكر ان ال 30 سم دي اكبر حاجه. لا طب لو اخطار كبيره بناخد ربع الايه ربع القطر. يبقى ادي الفرشه تحت المواسير اللي هو الشغل العادي بتاعنا خالص اللي هو جريد دي. طيب الجريد الثانيه ده ايه؟ ده يعني واحد ونص يعني البسط زايد يعني الاحمال اكتر. اقول له اه واحد ونص. خلي بقى الفرشة خرسانة عادية. يبقى الفرشة خرسانة عادية. طيب زادت نخلي الفرشة خرسانة عادية ونطلع بيها لحد نص نص القطر. ادي الماسورة اهي تبقى كده يا شباب لحد نص قطر الماسورة. حتى نص قطر الماسورة زادت سند الماسورة اللي هم بيستسهلوا على طول يقول لك ايه عشان ادخل في السليم طبعا مع الاطفال والكلام ده يروح بتاع المنتج المواسير منهم اللي ما بيرضاش يقول لك ايه انا لا ما اضمنش لا ما تخليش العمق يزيد عن 6 متر عشان ما يضمنش عشان خايف على ماسورته. ومنهم اللي يقول لك ايه سندق الماسوره خش سندق الماسوره على طول وانت ما كنتش محتاج انك تسندقها. هي دي كده الحاله دي الماسوره اهي تروح من السندقه كلها يطلع فوق ظهرها بكام 30 سم يسندق الماسوره كلها. ده انهي نوع المواسير الايه الصلبه. يبقى عشان اشتغل في مصير صلبه لازم اجيب حاجه اسمها الايه اللود فاكتور. انا بقول لك لله المحاضره دي حطها كده قدام عينيك طول ما انت شغال في هذا المجال. يعني لو حتى حد بتشتغل في التصميم ادي انت عرفتها بتشتغل في التنفيذ
وجت حتة الماسورة جاية معدية وفي تبة كده ولا بحاجة والعنف زاد، قول لهم طب احنا عايزين نعملها، يقول لك سند الماسورة، قول لهم طب ليه سند الماسورة حرام علينا كل، طب نحسبها، هل حسبتوها؟ يبقى انت عرفت بتتكلم اللغة ازاي، فاهم؟ طيب طب الماسورة